معانا الفانوس، انت خليكي معايا تمام فاهمني في الشغل، انا هنظبط بس على حاجه بسيطه خالص. تمام بصي حضرتك اهو، تمام دي اول طبقه. يعني احنا نعملها طبقات؟ لا مش هنحطها كلها، لا دي طبقات بس في الاخر بس تعملها الشكل. لا 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 انا هنحاول ان انا ايه بسم الله مع كريم شانتيه. ايوه طبعا. وهقول لكم افكار حلوه وجميله تعملوا بها الايه الفوانيس دي، ان كانت لو انت هتعملها بالترافل. وفي بردك احنا دخلنا في الغربي، تاخدي انت حضرتك ده تشتغلي بيه. بصي حضرتك ادي طبقه. تمام هنحطه كمان طبقه وتضغط. عايزه تحط امال ايه ده، لازم هتنضغط سنه بسيطه عشان المستوى بتاعها. هتحط كمان طبقه وتحط كريمه وتحط كمان طبقه، حاجه بسيطه خالص كده. أيوة. تمام الله، عشان تبقى المنظر بتاعها يكون فيه ايه. ممكن بقى هديكي فكره حلوه، تحط فاكهه في النص على الكريمه. ممكن. أيوة. على الكريمه تحط فاكهه على الكريمه. اي فاكهه، اي موجوده يعني. تمام اوكي، انا هسيبك كل واحده تعمليها من البدايه للنهايه. احنا هنعمل دول بردك علشان الوقت بس نجرب. تمام الاخيره حطي بقى الكنافه. تمام ايوه كده، ده الطبقه الاخيره. ده الطبقه الاخيره كده خلاص، كده المستوى بتاعها معانا مظبوطه خالص. ممكن بقى يعني نرص موز في الجناب، يعني نرص فراوله في الجناب، هتدي معانا منظر جمالي اجمل بكتير خالص معانا في الشغل ده. من فوق ولا الكريم شانتيه كده خلاص، دي الطبقه الاخيره معانا.